يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار اخو مريم، عسى كل خير فعلها. يا سلام الله على دارنا دار الصباح. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير وحياكم الله. طبعا راح نسحب قرعة فئة الشيع الخمسين اللي تم تأجيلها أمس، راح تمسح باليوم 7 حكام لهذه الفئة المتكونة طبعا من عدد 50 من فئة الشعل، عدد المشاركين 9. تفضل. بسم الله. خمسة. سجل صلاح سنيدح الرشيدي. صلاح سنيدح الرشيدي. أربعة. زياد بن مقنع العازمي. ستة. مشعل ردن. مشعل ردن طيري. اثنين. طلال فراج مصيبه. ثلاثة صاروا. لا اثنين. اثنين. الكلام على ثلاثة. ثلاثة. صلاح وزياد ومشعل. لا بس اثنين. بس اوكي، حط طلال مصيبه الرابع. رقم اثنين. رقم 12. 12 مسفر معدي. سجل مشلي، سجلت؟ مسفر معدي. رشاد سجل. رقم سبعة. رقم سبعة فالح ضبيب الرشيدي. ما يصير في رشيدي قبله. أسف. لا سجله. 14. 14 سعد عدبي الجيني. 17 ما يصير. ما يصير. ثلاثة. ثلاثة مو موجود. العصر. خالش خالش جاء. جاء بيجي ولا مو جاي؟ تحكيمها الحين يكون ما يلحق عليه. سجله خلاص، سجله جاي. سجل. شوفهم. صلاح صنيدها الرشيدي، زياد المقنع العازمي، مشعل ردن المطيري، طلال فراج المطيري، مسفر معدي العتيبي، خالد شجاع السبيعي، سعد عذبي الهجيني. هذا سبعه اللي حكموا اليوم. هذا سبعه اللي حكموا طبعا فئه الشعل فئه 50. الحين بنرجع القرعه ثاني مره، بنسحب خمسه بخمسه بخمسه للمرصص. وطبعا الفردي دق وفردي الجل، يعني من الكبار ومن الصغار، من جذعه فوق ومن لقيه تحت. لحظه قبل تحط هذا برشاش، شوف هذا رقم واحد ما طلع موجود. رقم عشرة موجود. رقم 15 ما طلعوا، حين يطلعوا. رقم 9 صف. رقم 8. رقم 16. فئة الخمسين خمس حكام. الاعتذار حكمين طبعا ما حضر اليوم معانا، تم اعتذار زياد المقع العازمي وطلال بن مصيول، وتم دخول خمس حكام. والحين راح نسحب خمسة المرصص وخمسة الفرديات طبعا الجل وخمسة فرديات الدق. طبعا الحين راح نسحب المرصص فئة الشعل رقم 12 مسفر معدي العتيبي، راح يكون خمس طبعا حكام لهذه الفئة. طبعا 9 9 احمد نايف المطيري، احمد نايف مشعل الدحاني. رقم 4 زياد المقنع العازم. يجي 14 سعد علي بهجيني. اثنين. طلال مصيول ما العصر ما يجي. اسحب بدال واحد. 16 عبد الرحمن عامر. بس هذا خلصنا خمسة. خمسة طبعا اسحب حين اسحب الفردي الدق الجل فردي كبار من جذعه فوق. خمسة. صلاح صنيدة. ستة. ستة مش عردن. سبعة. سبعة فالح ضبيب الهولة. ثلاثة. ثلاثة خالد شجاع. 15. 15 شجاع رسام. بس هذا خلصوا.
فرد الدق. عشرة. عشرة حسين محسن زهيري. 17 عبد الله بن رشاش. 8 8 خلف سعود. 1 سعد بن ملفي. 13 علي مسعود بن روضة. يعطيكم العافية. طبعا سحبنا 4 قرع اليوم، قرعة للـ50 وقرعة للمرصص وقرعة طبعا للفردي الدق وقرعة للفردي الجل. وجماعة النظر والأمانة، ولا تبدون أحد على أحد، وهذه بذمتكم، والله يعينكم، يعطيكم العافية. الله وجهك أبو ناصر. أسماء لجنة التحكيم فئة 50 شعل: صلاح صنيدح الرشيدي، مشعل ردن المطيري، مسفر معدي العتيبي، خالد شجاع السبيعي، سعد عذبي الهجيني. والله يوفقهم توفيق مبارك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم اليوم تحكيم فئة 50 بعد أن تم تأجيلها أمس بسبب الأجواء، وتم سحب القرعة اليوم. لجنة 50 الشعل: صلاح صنيدح الرشيدي، مشعل ردن المطيري، مسفر معدي العتيبي، خالد شجاع السبيعي، سعد عذبي الظفيري. وتم سحب لجنة فرديات لقية وما تحت: حسين الزهيري، عبد الله بن رشاش، خلف سعود المطيري، سعد بن ملفي، علي مسعود المري. كما تم سحب جذعة وما فوق: صلاح صنيدح الرشيدي، مشعل ردن المطيري، فالح ضبيب الرشيدي، خالد شجاع سبيعي، شجاع غسان الدوسري. وكما تم سحب المرصص فئة الشعل: مسفر معدي العتيبي، أحمد نايف المطيري، زياد بن مقنع العازمي، سعد عذبي الظفيري، عبد الرحمن عامر المطيري. والله يوفق الجميع إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم فية الشعل 50 للخليجيين، ومعنا المالك لدى القسم ناصر بن فلاح بن سعد الجفران السبيعي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن البلي تعرض أمام اللجنة، أن البلي تعرض أمام اللجنة، أنها إبلي، أنها إبلي، ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك، إلا الورثة الشرعيين، إلا الورثة الشرعيين. بارك الله لك وأخوي وفالك الناموس. وياك وياك. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح، دار بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا مزاين البل الشعل فية 50 للخليجيين، ومعنا المالك سلطان بن فهد بن شباب الشيباني لدى القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن البلي تعرض أمام اللجنة، أن البلي تعرض أمام اللجنة، أنها إبلي، أنها إبلي، ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك، إلا الورثة الشرعيين، إلا الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. وإياك يا رب. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح، دار مريم، عسى كل خير فلها. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا الآن مزاين الشعل فية 50 للجميع للخليجيين، ومعنا المالك بدر خليفة عبد المحسن المحسن لدى القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن البلي تعرض أمام اللجنة، أن البلي تعرض أمام اللجنة، أنها إبلي، أنها إبلي، ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك، إلا الورثة الشرعيين، إلا الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. الله يجزيك خير يا شيخ. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح، دار بسم
الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا الآن مزاين الشعل فية 50 للخليجيين، ومعنا المالك فيصل بن ضيدان بن حثلين لدى القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إن هبلي وبلبوي وإخواني ولا لي شريك فيها إلا ورثتنا الشرعيين. بارك الله لك وفيك الناموس. بارك الله فيك. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا الآن مزاين الإبل الشعل فية 50 للخليجيين، ومعنا المالك لدى القسم سلطان بن محمد بن غرة العجمي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إنها إبلي، إنها إبل والدي، ولا لي فيها شريك، ولا أنا فيها شريك، إلا الورثة الشرعيين، إلا الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفيك الناموس. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار والصلاة والسلام على رسول الله. معنا الآن مزاين الإبل الشعل فية 50، ومعنا المالك لدى القسم عمار بن دعين بن محمد العجمي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إنها إبلي، إنها إبلي، ولا شاركت في فية أخرى، ولا شاركت في فية أخرى، ولا لي شريك للورثة الشرعي، ولا لي شريك للورثة الشرعي. بارك الله لك وفيك الناموس. الله يجزاك. موفق إن شاء الله. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا الآن مزاين الإبل الشعل فية 50 للخليجيين، ومعنا المالك عناد بن مكرادة العجمي لدى القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إنها إبلي، إنها إبلي، ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك، إلا الورثة الشرعيين، إلا الله وورثة الشرعيين. بارك الله لك وفيك الناموس إن شاء الله والتوفيق. الله يوفقنا وإياك. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. ثامن المشاركين معنا فئة 50 الشعل الجمل، وعرضها أمام اللجنة الآن، ودور أداء القسم لأخوي خالد بن فلاح السبيعي رئيس لجنة القسم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إن البلي تعرض أمام اللجنة، إنها إبلي، إنها إبلي، ولا لي شريك، ولا لي شريك، إلا الورثة الشرعية، إلا الورثة الشرعية. بارك الله لك وفيك الناموس. جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. يا سلام الله على دارنا، دار الصباح دار خمر، يا عساك الخير فلها. يا دار خمر،
حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام. معنا اليوم في مهرجان موروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت، معنا اليوم شوط الشعر الفردي جذعهما فوق. معنا الان لاداء القسم خالد بن حزام بن نايف بن حثلين امام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، بسم الله العظيم، ان الناقه المشاركه فردي، الناقه المشاركه فردي، انها ملكي، ملكي ولا لي الورثة الشرعي. بارك الله لك وفالك الناموس، بالتوفيق ان شاء الله. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان موروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط الشعل اجدعهما فوق فردي. معنا الان المتسابق حسن بن فهد بن ناصر العجمي لاداء القسم امام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الناقة الفردية، اقسم بالله العظيم ان الناقة الفردية، اقسم بالله العظيم ان الناقة الفردية، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي فيها شريك، ولا لي فيها شريك الا الورثة الشرعية، الا الورثة الشرعية. بارك الله لك وفالك الناموس، وياك توفيق. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط الشعل فردي جذعهما فوق. ومعنا المتسابق فلاح بن سلطان بن عامر بن مشعل المطيري لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل بفلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان الناقه الفرديه المشاركه، ان الناقه الفرديه المشاركه، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيين، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس، الله يجزاكم خير. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي. معنا الان لاداء القسم في شوط الشعر الفردي جدعه وما فوق المالك تغيم ضاوي عواض الديحاني لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل فلاح. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان الناقه الفرديه المشاركه، ان الناقه الفرديه المشاركه، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيين، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دوله الكويت. معنا اليوم شوط الشعر الفردي جدعه وما فوق. معنا الان لاداء القسم المالك نايف بن عبد الله بن مروي المطيري لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العلي، ان الناقه المشاركه الفرديه، ان الناقه المشاركه الفرديه، انها ملكي، ملكي، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه، ولا لي شريك الا الورثه. بارك الله لك وفالك الناموس، جزاك الله خير. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دوله الكويت. معنا اليوم شوط الشعر الفردي جذعهما فوق. ومعنا الان لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي المشارك ناصر بن محمد بن ناصر العازمي لاداء القسم، تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان الناقه الفرديه المشاركه، ان الناقه الفرديه المشاركه، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي شريك، ولا لشريك الا الورثة الشرعية، الا الورثة الشرعية. بارك الله لك وفالك الناموس، الله يجزاكم خير، فالكم السعد. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم لاداء القسم في شوط الشعر الفردي جدعهما فوق ابناء حسين الشلاحي لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان الناقه الفرديه المشاركه، ان الناقه الفرديه المشاركه، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه. بارك الله لك وفالك الناموس، جزاك الله خير. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي. معنا اليوم لاداء القسم في شوط الشعر الفردي جدعه وما فوق المالك خالد بن سعود بن مسعد المطيري لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي، تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان الناقه الفرديه المشاركه، ان الناقه الفرديه المشاركه، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي شريك، ولا لي فيها شريك الا الورثه الشرعيه، الا الورثه الشرعيه. بارك الله لك وفالك الناموس، جزاك الله خير. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دوله الكويت. معنا اليوم في شوط الشعل فردي لقيه وما تحت لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي المالك حمد بن محمد بن مناحي العجمي لاداء القسم، تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان البكره الفرديه المشاركه، ان البكره الفرديه المشاركه، انها ملكي، انها ملكي، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه، ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه. بارك الله لك وفالك الناموس، توفيق. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دوله الكويت. معنا اليوم شوط الشعر الفردي لقيه وما تحت. معنا المالك لاداء القسم ناصر بن محمد بن ناصر العازمي، تفضل ابو فلاح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. إن البكرة الفردية المشاركة. إن البكرة الفردية المشاركة. إنها ملكي. إنها ملكي. ولا لي شريك. ولا لي شريك إلا الورثة الشرعية. بارك الله لك وفاك. الله يبارك في عمرك. فاكم أسعد أجمعين. الله يوفقك يا شباب. حياكم الله أعزائي المشاهدين، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط الشيوع الفردي لقية وما تحت. معنا المالك صالح بن مفرح بن صالح الرشيدي لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل بفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. إن البكرة الفردية المشاركة. إن البكرة الفردية المشاركة. إنها ملكي. إنها ملكي. ولا لي شريك. ولا لي شريك. إلا الورثة الشرعية. إلا الورثة الشرعية. بارك الله لك وفالك النموذج. بالتوفيق إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط الشيوع الفردي لقية وما تحت. معنا الآن المالك نايف بن عبد الله بن مروي المطيري لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل أبو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. إن البكرة الفردية المشاركة. إن البكرة المشاركة. الفردية المشاركة. البكرة الفردية المشاركة. إنها ملكي. ملكي. ولا لي شريك. ولا لي شريك. إلا الورثة الشرعيين. الله الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. جزاك الله خير. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط الشيوع الفردي لقية وما تحت. معنا الآن لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي المالك أبناء حسين الشلاحي. تفضل أبو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. إن البكرة الفردية المشاركة. إن البكرة الفردية المشاركة. إنها ملكي. إنها ملكي. ولا لي شريك. لا لي شريك. إلا الورثة الشرعية. إلا الورثة الشرعية. بارك الله لك وفالك الناموس. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط الشيوع الفردي لقية وما تحت. معنا الآن المالك فلاح بن سلطان بن عامر المطيري لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل أبو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. إن البكرة الفردية المشاركة. إن البكرة الفردية المشاركة. إنها ملكي. إنها ملكي. ولا لي شريك. ولا لي شريك. إلا الورثة الشرعيين. إلا الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت. معنا اليوم شوط المرصص الشعر للكويتيين فقط. ومعنا الآن لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي المشارك دغيم بن ضاوي عواض الديحاني. تفضل أبو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. إن المرصص الست. إن المرصص الست. إنها مفرودة.
انها مفروضه وحجة ولجيه وجذاعه وثنيه وناقه وانهم ملكي ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه. بارك الله لك حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، انا اليوم لاداء القسم في شوط المرصص الشعر للكويتيين فقط المالك ناصر بن محمد بن ناصر العازمي لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل ابو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم ان المرصص الست انها مفروده وحجه ولجيه وجذاعه وثنيه وناقه وانها ملكي ولا لي شريك الا الورثه الشرعيين فالك الناموس. فالك السعد، الله يطول عمرك. حياكم الله أعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، معنا اليوم شوط المرصص الشعر للكويتيين فقط، معنا الآن لأداء القسم أبناء حسين الشلاحي لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل أبو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم أن المرصص الست مفروده وحجة ولجيه وجذعه وثنيه وناقه انهم ملكي ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه فالك الناموس والتوفيق ان شاء الله. جزاك الله خير. كلمه ثانيه يلا. حياكم الله اعزائي مشاهدينا الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دوله الكويت، معنا اليوم شوط المرصص شعل للكويتيين فقط، ومعنا الان المالك فلاح بن سلطان بن عامر المطيري لاداء القسم امام رئيس لجنه القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل ابو فلاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اقسم بالله العظيم ان المرصص الست انها مفروده وحجه ولجيه وجذعه وثنيه وناقه وانهم ملكي ولا لي شريك الا الورثه الشرعيه. بارك الله لك وفاك الله وبالتوفيق ان شاء الله. حياكم الله أعزائي مشاهدين الكرام، معنا اليوم في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي في دولة الكويت، معنا اليوم شوط الشعر الفردي جذعه وما فوق، ومعنا الآن المالك خليفة عبد المحسن سليمان المحسن لأداء القسم أمام رئيس لجنة القسم خالد بن فلاح السبيعي. تفضل أبو فلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسم بالله العظيم إن الناقة الفردية المشاركة إنها ملكي ولا لي شريك إلا الورثة الشرعيين. بارك الله لك وفالك الناموس. الله يجزيكم خير. يا سلام الله على دارنا دار الصباح دار
مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، نرحب بكم في اعلان هذه النتائج الفوريه واليوميه لمشاهدينا الان باولها دائما من قريه سموه الكريم، حفظه الله ورعاه ودام لنا ذخرا وعزه لهذا الوطن الغالي على القلوب، لاعلان هذه النتيجه فئه الخمسين من الشعل ومرصص ايضا من الشعل والدق والجل ايضا من الشعل، لاعلانها من رئيس لجنه الميدان بجهود الطيبه سعد بن ملفي اسبيعي. نتيجه الخمسين شعل، الاول عناد بن مكراد العجمي، الثاني ناصر بن فلاح بن جفران السبيعي، الثالث سلطان محمد بن غره العجمي، الرابع سلطان فهد الشيباني، الخامس بدر خليفه عبد المحسن، السادس عمار بن صرقع العجمي، السابع شعيل دخيل الله السبيعي. المرصص، الاول ناصر محمد رع العوره، الثاني فلاح سلطان المطيري، الثالث ابناء حسين الشلاحي. فردي جل، الاول خالد بن حزام الحثلين، الثاني فلاح بن سلطان المطيري، الثالث رديني سعد الدوسري. فردي دق، الأول مناحي بلال العجمي، الثاني حسن فهد عميق، الثالث فلاح سلطان المطيري، وموفقين الجميع. نقول مبروك لمشاهدينا الكرام وحصولهم على هذه النتائج الأولية في هذه المشاركة لكافة القنوات الخاصة، نشكرهم جزيل الشكر، إلى اللقاء.